يلا يا جماعة نتدرب على استقبال بنتي مها لما تجي. الضوحة جموسة مدير المشروع. أهلا يا مدام. آنسة آنسة يا الضو ما مدام. أهلا يا آنسة. الخير قسم السيد مسؤول القطيع في المزرعة. يا الخير يا أخي احفظ لك كلمة ترحب بها يا أخي. رحبا رحيب انتظار. مرحبا. حسان حبيب الله مسؤول الحسابات بالمزرعة. رب ما ممكن يا حسان، دي المرة الخامسة يا أخي. لكن يا علي عامل كيف يا أخي؟ ما تشتغل بيه وتخيل إنه ما بيتي واقفين يا مطحي. يا نحن قربنا شديد يا حسان يا أخي. يلا تاني يلا تاني. حسان حبيب الله مسؤول الحسابات بالمزرعة. رب ما في اي شيء ماشي تمام يا الخير يا اخوي، والمواعيد قربت شديد. والله اي حاجه تمام الا قلقك ده يا طه. وما اقلك كيف يا الخير يا اخوي، البنتي كانت شغاله برا كويس، لو جات هنا وحست باي فرق بخسرها. انت بتتكلم كده يعني كانوا بدي ما بنتك، وكانها ما بنتنا احنا زمان كانت بتجي المزرعه وتمرك مبسوطه. ده كان زمان يا الخير يا اخوي، لما كانت صغيره وكانت بتجي اجازه، لكن المره دي يعني شغل شغل. ما فرقت يا طه؟ فرقت فرقت كثير. انا ما فاهم يا اخي، يعني شو جابت لها استقبال وتعريف لزولا احنا اساسا بنعرفها؟ يا حسان يا اخي نحن بنشرح لك لنا اسبوع، كلامنا ده ما وقع عليك؟ ما فاهم، ما وقع عليك؟ ما طبيعي، لانه فهمك بطي كده. انسى مها بنت عمك طه دي، ويتخيل انه جايبين مدير جديد للمزرعه. فاهم، يعني جايبين مدير غير مها؟ ما يها مها ذات المدير يا ما بتفهم. لا المره دي انا فاهم، مها بعرفها. الاستقبال لانه الاستقبال مال المدير الجديد يا اخي. يا اخي اقول لك كلام، فكر فكر براك وافهم براك يا اخي بعد كده. لا طويت ما تفهم. المشاريع كبرت ونحن كبرنا، والبيت مها ذاته كبرت. ما داير تضيع مني وسوق العالم اللي قاعده فيه ده بعد العمر ده كله الخير. العمر يا طه ما بشوفه ماشي، بيشوفه في زول يكبر قدامك لما يكبرنا ويكبرك. ايه الخير يا اخوي، كنا وين وبقينا وين؟ لكن الزمن الساكين ده وما مدينا فرصة نقيف ونعايل لورا ونشوف مشينا قدر شو. مشينا كثير، مشينا كثير يا طه، قدر المصانع وقدر المزارع وقدر ما ذات الكبرة دي، وموقفانا وموقف المزرعة دي كلها على فيد كراع. مواعيد هسه جات، وانا كان اخر لي امشينا ان شاء الله 10 يوم، ولا انتظر هنا ساعة واحدة إلا هي أصرت تجي براها. هنكربوا شوية، هاي واصل واصل طوالي ما تقف.
في حيلك. ضو انا ما فاهم لازم انت حالات شنو يا اخي؟ البدي صغيرة تقطع نفسنا من السك، هسه كبيرة تقطع نفسنا الامتحانات. يلا انت هسه ما بتقطع نفسها بخطك. خطي مالو يا ضو؟ لا لا سمح سمح زي وشك ده. جهز حساباتك وخليك جاهز. يلا هاي اروح اروح. الحظيرة نظيفة تمام؟ تمام تمام. ومخازن العلف رتبناه، والعمال في مكانهم ما ناقصين. انت بس روق يا طه. انا ما دايرة تلقى ليها سبب تقول دايرة ترجع. ما تشيل هم، ما تشيل هم، حتنبسط والله. احلف ليك عليها والله. ما تحلف والله. يا الخير انا كم مرة اقول لك ما تعلي بطلع يا الخير. اللي هي اليوم الدنيا بنسينا والربعة بتشيخنا، يوم تلقاها بس بشي بتلفخنا، ونقل العلف نحنا منه مسخنا، ومانا عارف القلم من دفترك ناسخنا. والله 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 والله. انت زعلت ولا شنو؟ ما زعلت يا اخلاقين، هصوف المزرعه دي ما حصل قبل كذي يزرزرنا زرزر زي دي. خليه مع ابو البلاي. ليه كده يا مها يا بنتي؟ اول حاجه ما شاف الناس الراجعات من الصباح، بعدين تحرج عمك الخير كده؟ أنا ما أحرجته، أنا بكل تهذيب واحترام طلبت منه إنه يخلينا براءة، لأن الموضوع في المقام الأول خاص ومهم جدا في حياتي. بعدين ما تخليك حساس، بعد أنتهي من الأمور العادلة هأعزم شوية فنس معه. لكن حسا أنا قدرت أتناقش معك. تعالوا قفوا هنا وأهاني سماع مدام وعوض الكريم كل يوم يقف في الشمس ونحن نبتسم نبتسم وهي تجي تفوت فوقنا ساكت. ليه ليه انت مسوي شنو كمان؟
أنا لازم نجحس لأن الزمن يشيل وينقر فينا، والبيت دي الزمن يشيل ويزيد فيها سماحة. شكري ما بنوريها هاي شينا، لازم أي حاجة نوريها لها تكون سمحة. كراساتك دالو فرتهن وشك ده بتفرد وكيفن، وكي داير توريها حاجة سمحة. يقول لي مقوى يقول مقوى. يعني أفهم من كده إنه ما في أي أوراق أقدر أطلع عليها عشان أعرف مش هتمزرع ماشي كيف؟ أي زول هنا عنده جزء من التفاصيل دي وعارفها. أوكي، آخر نقطة مهمة، ما عايز أي تدخل منك في الطريقة الحادير بين المزرعة أو المصانع. أبداً يا ستي، الأمر متروك لك تماماً. أوكي، ولأني أنا جيت هنا في شغل، ما جيت طبعاً في إجازة، حبيت أتأكد من النقاط العملية في الأول، لكن بعد كده ممكن نمشي للجانب الاجتماعي. والله مشتاق لها. بالأكتر يا ستي. بشوفك قبل تتنفر كدي يقول لو بمرضك البيت دي ما تجي. أنا غالب تجي كدي. نذهونا طردونا على وين؟ ما شاب طعم نفسهم بيجري والسك زي زمان، لأنه بكرة ما في أي فرق غير الشغل. خلاص يا ستي، أنا حكلمه إني حضره الغداء، بس أنت أوعدي تأخري. أتأخر؟ أنا بعد المشوار ده حيعان الجوع، أتأخر كيف يا حاج؟ إذا ده الخير عملت له كده، نحن هتعمل معانا شنو؟ كده اسكت، ما تنوح ما تنوح، الخير خليك واضح وصريح معانا. هي قالت لك اطلع برا عديك دي. كان خير من صرف وشها ومدت يدها وكمان شنو بتختصرني كده كده، قال كده قالت لي عملت كده كده، بس عملت لي كده، قال اختصرتني كده، قال كان كده حسان نوح ساك. عم الخير؟ نعم أيوة. ما داير أي حاجة على الغدا من برا المزرعة، ها؟ وبعدين اطبخوه كويس، عايز غدا على أعلى مستوى. قالوا عايزة بعد ما يتشوف المزرعة تضوقه كمان. حاضر يا حاج. لكن والله يا ما يا بنتي عليك يا الله تاني، يعني الوش الكعب ده تاني ما تفرقيه يا الوش ده طالما في شغل هيكون فيه. وعشان أكون واضحة معكم خالص، تالي لما يكون في شغل تنسوا بنتكم مها دي خالص، وأنا ما حاجامل. عموما برا الشغل حاكون بنتكم مها. بكرة يوم شغل طويل، يلا باي. لا لا ابدا، بس انا في الاول قلقتك، شفتك جيتي وبديتي تتكلمي معي كانه انا ما ابوك، قلت لي روحي خلاص يمكن تاني ما اشوفك زي هسه. انا جاي لشغل على حسب تلفونك، ولا كلمه من كلامك في التلفون
كان فيها نفس غير الشغل. حسيت اني مبسوطة شديد لانك بتتكلم معاي بطريقة عملية جدا، عشان كده قلت اتعامل معاك زي اي شركة طالبة خبراتي. لكن في النهاية دي مزرعتك برضو، ما بالضرورة الزول يمتلك حاجة معناه عنده القدرة انه يديرها. عشان كده بقيت في اختصاصات دقيقة جدا. حتى انا هسع لو حسيت اني ما عندي قدرة ادير المزرعة دي او المصانع، هفتش معاك على زول احسن. في النهاية ده شغل، بيزنس از بيزنس. برضو ما فاهم يعني يا حسان، وقت الشغل هاي ما تمشي تتراشق وتاخذ راحتك هاي. انسى مها بتعمك وتعامل مع المدير الجديد. برا الشغل يا ها مها بتعمك. ولنا يا يوم ما شغالين، ولا يا دقيقة ما شغالين، ما طوالنا في اليوم شغالين. يعني زي وقت الفطور ده ما برضو شغل، ما قاعد نضغ طبعا بنزرعه في المزرعة وبنكون دارنا نعرفه طعمه كيف. خلاص اعتبر اليوم كله شغل. وطيب يعني لو هذا اليوم كله احنا نشوفه بوجه هالكعب ده، طيب وجه السميح هشوفه متين. نعم عشان أكون واضحة وصريحة معاك من الأول، إذا كان أنا عندي قدرة أستبعد نفسي من الشغل ده، بيبقى الخيار ده قايم لأي زول شغال في المزرعة دي. بس المزرعة دي حياتهم يا ماها يا بنتي. خلاص يطوروا المزرعة عشان يطوروا حياتهم. وبعدين أنا عندي رغبة شديدة جدا في إني أرفع الإنتاج لأعلى درجة وأخفض التكاليف. وغير تطوير الآلات، من المهم جدا تطوير الكادر البشري. نعم يعني شو يعني تحصل تغييرات؟ انا ما فاهم. قد اقعد اقعد ما اقعد يا اخي، اقعد اقعد يا اخي، اقعد اقعد يا اخي. بيتي يا اخي قطع لا بحر وراكب لا طياره، كم ساعه جاي تتفرج على الحاصل الساكت؟ ما لازم تدخل ايدك. دخل ايدك جاي وروحي ذاته عندنا شنو دار تغييرات عشان تدخل ايدك وتورينا الحاصل. ما انت الصبر ده ما قسم عليك يا اخي، ما تصبر لغايه بكره عشان نعرف الحاصل شنو. الخير يا اخوي مهم شديد تستحملوها، وانت عارف نحن شلناها من شغله كبيره كانت فيها في بلاد برا. ولو اللي بتقوله ده يرفعنا وبيقدمنا لقدام ما ننفذه. انا عارف انه الناس اتعودت على حال معين، لكن صبر يا الخير اخوي. ونحن جاهزين يا طه يا أخوي، وما في زول بيابة المشي لقدام. لكن طريقة كلامك دي ما يعني ما طريقة زول خايف على الشغل. أنا خايف عليها وخايف عليه روحي، وانت عارف ما عندي بيت غيرها. وزي ما أنا خايف إني ما أكون أحسن أبو في الدنيا، دايرة هي تكون أحسن بيت في الدنيا. وانت عارف براك طول عمرنا ما قصرنا، وأصله ما حنقصر معك. لكن يا ضو برضو ما فاهم يعني ما هدي كان عصرت عليك شديد وجاتك حماقتك اللي انا بعرفها ديك، برضو عايله وشبوها طاها. انتوا عارفوا بريده ومشتاق لها قدر شنو. هسه مش نوم، ويوم بكره برا ويوم صعب، وانا من الصباح بكون جيت. طول بالك. انا غايت مثل برضو الفهمه انه يوم بكره ده بس ايجي وشوف البت الكبيرة فوق راسي ده وخلاص. الضو السلام. دفاتر حسابات. دي شنو؟ كراسات الحسابات. كراسات ما دفاتر؟ دي شنو ده؟ انت قاعد تكتب فيها
ولا قاعد تاكل فيها؟ والأرقام دي، الأرقام دي بتقراها كيف؟ دي شنو دي؟ دي شنو؟ دي نقطة حبر؟ نقطة زيت؟ دي شنو؟ أنا فاهمة. تنقول لي الحسابات دي في دفاتر وترتبها لي على حسب الأيام والأسابيع والشهور، وما دايرة الحسابات بتاعت السنة دي بس، لا 4 سنوات لورا. عندك 3 ساعات فقط، فهمت؟ هسه قالت لك شنو لما منطط عيونك كده يا حسام؟ 4 سنة؟ 4 سنة؟ أنا كراسة السنة دي أسبوع كامل ألف فيها، وبعدين إلى نهاية السنة بنقفل حساباتنا وبنخلص ديوننا. الكراسات دي ما شنو؟ كيف لشنو؟ لا عندك دفتر ملاحظات، لا عندك أي حاجة مدونة عن القطيع ده. هسه أنت بتعرف مواعيد قص الحوافر 200؟ عارفة. مواعيد كي يقرون؟ عارفة. أي حاجة عن القطيع ده كله حافظة في راسك ده؟ أي حاجة أنا عارفة، البقرة الأيانة أنا عارفة، البقرة الكويسة أنا عارفة، البقرة الصعبة عارفة، السهلة عارفة، المفتومة عارفة، أنا أي حاجة أنا في راسي عارفة. طيب هسه لو متى؟ متى؟ ما بالقصد ده يا الخير يا أخوي. نحن يا طه الكلمة وقت نقصدها بنمهد ليها، ما مرميها طوال دراب. طبعا أنت لا عندك دفاتر ولا بتكتب ملاحظات وأي حاجة حافظة في راسك ده، مش أحفظ شنو؟ المسألة ما دايرة لا حفظ ولا دايرة لا دفاتر. وكي تقرب العلف يكمل الأولاد بيكلموني بنرسل بنجيب علف جديد، وين الدفاتر وين الحفظ؟ طيب بتجيبوا العلف من وين؟ المحل القريب الفاتح بنمشي نجيب منه علف، بعدين الناس اللي بتعامل معاهم أنا ثقة وعلفهم جيد. ولا بهمك علايك تتغير ولا النوع ذاته يتغير؟ أنت عارف إنه ممكن تغير النوع الجيد لنوع جيد تاني لكن مختلف وبرضو الأبقار يصيب حبط؟ حبط؟ عمرنا ده كله بنعرف البقر الحبط ده ما سمعنا بيه. انت سمعت بيه طه؟ لا، ما يمكن هي بتقصد الانتفاخ الضوء. طيب ما تقول النفاخ؟ النفاخ ده مو معروف وبيجي للبقر وبروح. لا، ما عشان نحن مرة مرة كده بنغير العلف فيعيز وجهة نظرة برضو سليمة. حبط حبط. ولا حتة أجيب عليها عشان أعرف المطلوب شنو، ما عارفة الصح وين والغلط وين، الناجح شنو والفاشل شنو، التقصير وين والتمام وين. معقول؟ معقول؟ لا أوراق، لا مستندات، لا دفاتر، ولا حتى ملحوظة مدونين عليها حاجة أقدر أنا أبدأ منها. سوي سبخيس. I'm surprised. مستغرب المزرعة دي، المزرعة دي ماشي كيف؟ سوفيتش سرفرايزيز. يا جماعة المزرعة دي ما شبيكم انتو، دي حقيقة ما في زول بينكرة. المزرعة دي قايمة على أكتافكم انتو. بس يا جماعة كمان اعملوا لي أنا خاطر وافهموا انه طريقتها دي هي الطريقة المتبعة، وبعدين فصل حار ده لمصلحتنا كلنا يا جماعة. اتفاقات شفاهية، قروش مردة من غير أي إيصالات، عشوائية في التنظيم، أنا هعتبر إنه نحن لسه في مرحلة الصفر، المرحلة اللي فيها المزرعة دي موجودة وعندها قدرات، لكن
إذا إحنا عاوزين نستفيد أكتر والمزرعة دي تدينا أعلى قدرات في الإنتاج ونحن ذاتنا نفجر كل طاقاتنا لازم تتدربوا. يتدربوا؟ أيوة يتدربوا. النظام الآن حنتقل بيه هم بعيدين منه خالص. بس يا ماها يا بتي الناس ديل ما مقصرين، بعدين المزرعة دي إنتاجها كويس. الإنتاج ده يا حاج ولا 3% من إمكانيات المزرعة ممكن تطلعها، خاصة إذا عاوزين نرفع من قدرة مصنع الألبان جودة وكمية. عن إذنك أجهز ليوم بكرة. لو بقر ماشي في الناقص تقول، لو إنتاج ماشي في النازل تقول، لكن احنا عندنا أكبر مزرعة في المنطقة دي. ولا كمان دائرة تملانا ورق ونحن زمتنا نظيفة والناس اللي بنتعامل معاهم زمتهم زي اللبن. الورق لزومه شنو؟ يعني ساي؟ نحن قاعدين ساي؟ ها؟ عمرنا اللي قضينا في المزرعة ده كله طلع بدون مانع؟ بعدين يعني شغلنا والمزرعة دي كلها هي ما شايفاها نعمل تقول ابدو من الأول؟ لغاية هنا الكلام معاه وقف، تاني ما عندنا أي كلام إلا مع أبوها، هو اللي بيفهمنا ونحن بنفهمه. يا مها أنا فاهم ومقدر وباقي على عهدي معك، بس حاولي تقدري موقفي. أنا الناس ديل بالراحة معهم، ها الناس ديل لو تعرفي نفسهم بتقدري تكسبيهم. بالنفس البارد الناس بتسمع، النفس الحار بيخلي الناس ما تسمع الكلام اللي بيتقال وما بتفهم إلا على إنه الشكل، وخصوصا إذا كان أصغر منهم أو معليش وبت. طيب أنا من تلفوني الأول معك كنت عاوزة أتفادى شنو؟ ما دارت فادى النظرة دي. يا جماعة إحنا ما ممكن، الزول المفروض يتعلم إنه يعاين للمنصب مش يعاين للقاعد فيه منه، يا عيل الكلام مش طريقته. بعدين المشكلة ما مشكلة نفس حار ولا نفس بارد، ده نفس شغل، حقوق وواجبات واضحة وقاطعة. أنا قلبي بقول لها مش بس أمشي وما تجي راجع المزرعة دي. أنا ما مشتاق لي بكرة يجي، ولا بكرة ذاته حيجي يلقانا في المزرعة دي ولا مزرعة تانية. المرة دي طلعت إنت الما فاهم مع الضوء، إنت ممكن تمشي عندكم بيت، لكن أنا بيتي هالمزرعة دي كبرت وتربيت هنا، وكانت بتفكر إنك ما تجي. يتذكر حسان إنه ما عنده ناس غيركم ولا عنده مكان غير المزرعة دي. والله تعرف يا طه، يعني الرجال قليبة بقى يودي ويجيب، نمشي ليهم يدونا كلام، نجيك أنت تدينا كلام، بقينا ما عارفين إحنا يعني نشيل كلامه نجيبه لك ولا نشيل كلامك نودي لهم. أنا ذاتي الخير بقيت محتار، أسمع كلام الناس أشوفه موزون، أسمع كلامها يبقى لي برضو موزون، لكن تعال الخير نشوف هي دارة تسوي شنو والناس بيقدروا عليه ولا لا، وبعدين نشوف. حسن عين
دي الطريقة المفروض تنزل بها الحسابات كويس. الجدول ده حق البيانات وده حق الأرقام. الكبير ده حق الملحوظات. تكتب فيهم ملحوظات. انت مركز معاي ولا شنو يا حسن؟ على العموم انا موضح لك اي حاجه في الورقه دي. امشي نزل الحسابات اللي في الكراسات دي كلها، نزلها هنا لحد ما تعلم تنزلها برك في الكمبيوتر. اوكي. كمبيوتر ده كلام شنو يا الضو؟ كلامك ده بعيد خلاص يا طه. اذا كان هي اساسا جايه تمسك المزرعه انا لزومي شنو؟ اول حاجه هي ما حتتفرغ للمزرعه وبس، شغل المصانع حيشيل معظم وقتها. بعدين نفرض انها حتتفرغ للمزرعه، انت ماشي تخليها؟ لازم تشيل الكلام ده من راسك تماما. القصه ما قصه عمر يا عم الخير. قد تكون انت شفت القطيع ده، عشت معاه، عرفته وشايف انه ده احسن قطيع، لكن انا شفت سلالات من الابقار لو ما شفتها بعيوني ما كنت حصدق انها موجوده. في دول بتدلع البقر ده دلع عشان تطلع منه منتجات ممتازه. اوكي تعال وراي. خليك مني انا البت دارت تعلمني القرايه من اول جديد، وخليك من انا الفاهم انه انا بشيل معاك الصور. العمال دي نمشي عليهم كلمتنا كيف وهم شايفين اننا صغار. شوف يا طه، انا عرفت المزرعه دي وما دارت اتعلم لي قرايه من اول وجديد. احنا شغالين معاك انت، ايش شوف لنا حل؟ يعني احنا نشوف لنا درب ثاني. شوف يا ضو، ها احنا ما عندنا وقعه ثاني هنا، والنظام الجديد ده لا عندنا له طولة بال ولا فهم. شوف الخير، زي ما زمان ما هذه المزرعه دي لعبتها، اسي نحن ذاتنا بقينا لعبتها. بعدين طه هذا اذا داير بيته تكون جنبه نحن ما عندنا مانع، بس ما على حسابنا. ما عندنا وقعات بدل الذل والهوان ده، ما عندنا وقعات. ده نظام موجود انا ما ابتكرته. اذا هو ما بيعرف في النظام ده، احنا جيب لنا ناس بيعرف في عالم التقنيه. حتلقى ناس بيعرف في عالم التقنيه لكن ما بيعرف في عوالم المزارع، وبتلقى ناس بيعرف في عوالم المزارع ما بيعرف في التقنيه، وحتلقى ناس بيعرف في الاثنين، عالم المزارع والتقنيه. لكن مهما كان ما حتلقي ناس يعرفوا في المزرعه دي زي ما بيعرفوا الخير والضوء وحسان. والله انا ما فاهم نكلم شنو يا اخوانا. اقول يعني نخلي الغريب يجي يقعد هنا في مكاننا ونحن نفوت عليه كده بالسهله؟ خلاص مش بالطريقه الجديده دي. ما 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 تمشي انت جنيت ولا شو؟ المزرعه دي ما حقتهم يقولوا حقتنا كلنا. انا اصله يا مها ما هماني مزرعه ولا مصانع، إن زادت ولا نقصت، أنا كان همي إنك تعيشي معاي، تعيشي مع الناس ديل، تشوفي ناس بأشرتهم هونوا علي كثير وحبيتهم زيك تمام. كان أمنيتي نعيش سوا، مش تعيشي برا بقيم غير قيم الناس ديل. كان تقول لي في التلفون يا مها أبوك دارك جنبه، لكن أنت ضربت لي بمهنتي. وظيفتي أنا بنفذها بالطريقة اللي تعلمتها بيها واشتغلت بيها. أنا ما عاوز أرجع قدراتي لي ورا عشان تتناسب مع الطريقة دي. كان على عيشة برا يا أبوي، ما تخاف، الناس دي ربوني ذاتهم، وإنت زي ما ربتني أنا برا السودانية خالص عشان ما جد مع الناس اللي أنا فعلا قاعد أحبهم. أحسن لي أنا أمشي برا واشتغل بالطريقة اللي بعرفها.
ما في داعي للنظرة دي. عموما أنا عندي كلام مهم لازم أقوله. زي ما أبوي مقلق على بنته اللي عايزة تشيل من قيمكم اللي هي بتجد قيم بتشرف، أنا ذاتي مقلق على خبرتي اللي بستهلكها برا وبديالي ناس غيركم. وزي ما شلتها من قيمكم كنت عاوزة أرجع لكم من خبرتي. شوفكم في محله فعلا دي أكبر مزرعة في نص المزارع، لكن أنا شفت مزارع أكبر، شفت مزارع بتدي لبن ما لبيوت لدول. كنت بحلم بإنه نحن ذاتنا نكبر وإنه ما أحتاج لإجازة تانية عشان أجيكم، لأني بجد بحبكم. ما بنقدر برانا، دايرين نكبر لكن برانا ما بنقدر. خليك معانا. أنا صعب علي معاكم. نشوف ناس تانين معانا ومعاك. بعد ما شفنا روحنا أكبر مزرعة في نص المزارع وقفنا، ولو دايرانا نكبر أكتر خليك معانا. حأتعبكم في النهاية بنرتاح. دايرين مها بنتكم ولا مها مديرتكم؟ مرحبا بالاثنين.
حكاية، كلمة بتضحك كلمة تنوح تنوح بين النفس الطالع نازل نازل منتظرين أحلامنا تلوح بالتعبير الصادق نديه الصادق نديه قصة زول هيمن مجروح هيمن مجروح قصة وردة بتهدي شذاها بتهدي شذاها رغم قسى وتريح بتفوح سيرة ناس بالهمة العالية شادوا المجد العالي صروح بكرة النادي وعد الأخضر بكرة مني والحسرة تروح والحسرة تروح تروح.